النهاردة هعمل معاكم صوص بطعم رهيب، كلنا بندور عليه، الجميع يبحث عنه. ده الصوص الإيطالي، هنعمله بطريقة الأصلية والطعم الجميل جدا. تعملي كمية كبيرة تحطيها في التلاجة أو تحفظيها برا التلاجة وتريحي دماغك. الموضوع كله ما بياخدش منك وقت نهائي. هاتي شوية طماطم مستوية كده وتعالي سريعا. هنستخدم الحلة بتاعتنا اللي هنشتغل عليها، نزلت عليها بزيت الزيتون وبعدين نزلت عليها بالثوم، حوالي راسين ثوم متوسط ثوم، وزيت الزيتون ده اختيار، حطي الكمية اللي تناسبك. تمام، هنا الحلة كانت سخنة كده، أول ما الثوم يبتدي يعمل ريحة تمام وتحس إن هو ده اللي مخليهوش يتحمر، يعمل ريحة ويدبل بس كده. تقومي رايحة جايبة إيه يا ستي؟ جايبة المية المغلية، تروحي نازلة بيها مية مغلية تكون أحسن ليكي، وبعدين تنزلي هنا بمعجون الطماطم أو عصير الطماطم أو أي حاجة من الطماطم. المهم يعني أنا استخدمت الصلصة اللي هي بتبقى محطوطة في العلب، وهنزل عليها بالملح. العلبة دي بقى خطيرة، فيها كل أنواع الفلفل اللي خلقها ربنا، فهاخد شوية حوالي معلقة صغيرة منها، هبشرهم وانزل بيهم على الصلصة وهقلب، وهبتدي انزل بباقي التوابل اللي هستخدمها حاجة ورا التانية عشان استفيد من النكهات. حطيت حوالي رتلين مية في كمية الصلصة اللي انا عملتها، استخدمت 4 علب حجم صغير. اللي انا ضفته ده سكر، في كل علبة بضيف معلقة صغيرة من السكر، السكر اختياري، تقدر تضيفي عسل، ولكن ضفت سكر عشان الصلصة very sour، امين يعني عايز اقول طعم الحمض فيها كتير قوي. هنا هستخدم الريحان الافرنجي او الريحان الايطالي اللي انا بحبه، ما اقدرش استغنى عنه ولا صيف ولا شتاء، قلت اوريه لكم. لكن انا الحقيقة جارتي الايطالية تبارك الله عليها لقيتها مخبطة عليا بتعمل نكهة على الباب في الصباح، وبتدي بقى جايبالي اللي هو كيس مليان ريحان اللي هو انا بستخدمه دلوقتي، يعني ده بتاعها هي، قلت اعمله عشان هي دي تاني مرة تجيب لي ريحان، والمفروض بقى انا اخدت حاجة مرتين، حاسة كده ان انا مديونة، قلت ان انا استخدمه واعمل صلصة واروح اقدم لها علبة من العلب اللي هتشوفوها معايا بطرمان ده، واقدمه لها هدية واقول لها ان انا استخدمت الريحان بتاعك وعملت الايطاليان صوص. هنا فرمنا الريحان زي ما انتوا شفتوا وشفناه وهو فريش، اللي شفتوه ده كان بتاعي انا، وهبتدي بقى اقلي فيهم شوية واديهم على البوتاجاز يغلوا بقى ويستوي حوالي ربع ساعة، من ربع ساعة لعشرين دقيقة. حسيت ان هو محتاج كمان تاتش كده من الفلفل، قلت مش مشكلة اديله يعني ادلع الصوص ده. عايزة اقول ان الصوص ده من اجمل انواع الصوصات اللي ممكن تاكليها في حياتك، تستخدميها في كل انواع المكرونات، في كل البيتزا، في السمك، في الدجاج المشوي، حقيقي بيشغل كله بقى مع الشيبس، خطير خطير. انا كنت هتجنن من ريحة الريحة، البيت كله كان يعني كأن المنيو بتاعنا كان ايطالي. عايزة اقول الطعم بتاعه رهيب، حلو قوي. الناس اللي مش حابه تحط اسمه ايه، ما عندهاش زيت زيتون، ممكن تستخدمي اي زيوت عاديه تمام، او تستخدمي الزبده وتحطي شويه زيتون مفرومين عشان يديكي نفس الطعم. شفتوا بقى ابتدي اديكوا اسراري، القوام خطير قوي اول ما برد بالشكل اللي انتوا شايفينه، القوام تقل. هنا بقى انا ما عنديش اللي هو القمح عشان اقدر احطه جوه البطرمانات، يعني كنت جايبه بس اختفى، ما تسالونيش اختفى فين، تبارك الله عندي ولادي بيستخدموا معايا المطبخ، يعني هما بيكسروا وانا بكسر معاهم. او ماي جاش، او ماي جاش، او ماي جاش، ووزعت البطرمانات الحجم الكبير اللي انتوا شايفينه ده تمام. اقول لك بقى على طريقتين للحبس، يا اما تحطيه كده بعد ما يبرد تحطيه في بطرمانات وتقفلي عليه وتدخليه الثلاجه، لو مش عايزه تحطيه في الثلاجه هاتي حله كبيره الارتفاع بتاعها اعلى من البطرمان، حطي فيها ميه مغليه تمام، وحطي فيها فوطه، وحطي البطرمانات مقفوله كويس جوه الحله وغطي عليها 5 دقائق، وبعدين اقفلي وطلعي البطرمان، هيفضل معاكي بره زي الفل، 100 فل و10. وكده انا حفظته في الثلاجه لان شويه اللي عملتهم ما كانوش كتير. انجوي يا جماعه.